إدانة دولية واسعة للضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا. اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. عام على الانتخابات العراقية، فشل العملية السياسية يفتح باب الاقتتال الأهلي، ولبنان يعلن حصوله على كامل حقوقه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. أحداث وتطورات عدة تصدرت عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط وتعليقها على الزيارات الفرنسية الرسمية المتكررة إلى الجزائر، والتي كان آخرها زيارة رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن. الصحيفة أشارت إلى أن فرنسا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر في ظل منافسة شديدة من شركات عالمية في قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري والصناعات الغذائية. وبينما قال وزير الخارجية الجزائري أن صفحة جديدة فتحت بين البلدين منذ زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، صرحت بورن بأن زيارتها مهمة وأنها قد قدمت إلى الجزائر على رأس وفد وزاري ضخم، وهذا أمر لم يسبق أن حصل إذ يرافقها تقريبا نصف أعضاء الحكومة. تهدف زيارة بورن إلى تفعيل تعهدات أعلن عنها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في أغسطس الماضي، وتتعلق بتطوير الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات عدة على غرار الطاقة والاقتصاد والتعليم والتعاون المهني وتقريب وجهات النظر في ملف الذاكرة. موقع إذاعة مونتي كارلو كتب أيضا حول هذا الموضوع وقال أنه بعد عدة أشهر من الأزمة الدبلوماسية تتوالى الزيارات الرسمية من المسؤولين الفرنسيين للجزائر، حيث حلت رئيسة الحكومة الفرنسية ضيفة على الجزائر. ولفت الموقع إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا، ففي عام 2020 كانت فرنسا ثاني أكبر مورد للبلاد بعد الصين وثاني مستورد بعد إيطاليا، كما أن باريس هي أيضا ثاني أكبر مستثمر في الجزائر وفقا لصندوق النقد الدولي، حيث يوجد 500 شركة فرنسية في البلاد توظف 40 ألف شخص. قناة الجزائر الدولية ركزت على اتفاق كل من فرنسا والجزائر على حركة تنقل الأشخاص بين البلدين. نتابع هذا الفيديو. الجزائر هدفت المبادلات بيننا إلى تأطير وتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين، وتناولنا مسألة تشجيع تنقل الطلاب والعلماء والفنانين وخاصة في إطار برامج استضافة الفنانين. وأيضا إلى ملف آخر مشاهدين، حيث تناولت وسائل الإعلام الأزمة العراقية المتصاعدة بعد مرور عام على الانتخابات. موقع العربية الجديد أشار إلى أن الأزمة السياسية تفجرت عمليا مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية عبر تشكيل القوى الحليفة لإيران، والتي ألفت لاحقا جبهة واسعة للطعن في نتائج هذه الانتخابات. وصل ذلك إلى تنظيم تلك القوى لمظاهرات ضاغطة سجلت أول تدخل للقوى المسلحة ضمن الحشد الشعبي في الأزمة. واتخذت الأزمة السياسية في العراق منذ انتخابات العام الماضي مراحل تصعيد عدة، كانت أبرزها المواجهات المسلحة في بغداد والبصرة بين التيار الصدري والفصائل المسلحة الداعمة لقوى الإطار التنسيقي في يوليو الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين. موقع سكاي نيوز عربية كتب: عول كثير من العراقيين على الانتخابات لإخراج البلاد من أزماتها المتراكمة، لكن بعد مرور 365 يوما بات واضحا أن بلاد الرافدين لم تغادر الأزمات، بل على النقيض من ذلك فقد تفاقمت ووصلت إلى حد الاقتتال في شوارع العاصمة بغداد. وأشار خبراء للموقع لأن هذا العام من الانسداد أظهر مدى عجز الطبقة السياسية العراقية المزمن عن الدفع بمقاربة وطنية لمعالجة أزمات العراق المتراكمة. أبرز تلك الأزمات أزمتا الديمقراطية والنظام السياسي بالبلاد، ما أثبت أن هذه الطبقة لا تريد تغيير السلوك في التعاطي مع مشكلات البلاد. القناة الرابعة العراقية الخاصة كانت أكثر تفاؤلا من غيرها في تغطيتها، متوقعة انفراجة مرتقبة على مستوى الأوضاع السياسية. نتابع.
الآن إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. موقع عرب 48 لفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق رغم الالتماسات التي قدمت ضده إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وحملة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، والذي صرح مؤخرا بأنه في حال فوزه في الانتخابات وعودته إلى منصب رئيس الحكومة فإنه لن يحترم هذا الاتفاق مع لبنان والذي تم بوساطة أمريكية. قناة فرانس 24 تحدثت عن توصل الجانبين إلى اتفاق وصفته بالتاريخي بعد مفاوضات طويلة تخللها أخذ ورد ووسطات أمريكية. أما إندبندنت عربية وفي هذا الملف اختارت الحديث عن أبرز نقاط الخلاف التي كانت تعوق سابقا التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. دعونا نتابع. ما هي أبرز السيناريوهات المطروحة التي قد تتخذها الحرب في أوكرانيا؟ التفاصيل في منشط بعد قليل. ونبدأ مشاهدين من وكالة الأناضول، والتي أشارت إلى أن المرحلة القادمة من المتوقع أن تشهد توسيع روسيا لنطاق هجماتها لتشمل استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية الأوكرانية. ولم تستبعد الوكالة أن تعلن روسيا الحرب على أوكرانيا وتحول عملياتها العسكرية إلى تعبئة شاملة بدل التعبئة الجزئية التي تواجه عقبات حاليا، ما سيؤدي إلى تخصيص مزيد من الموارد للجيش لتحقيق نصر حاسم. الوكالة تضيف أنه من الممكن أن يشمل الرد حربا خفية روسية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، سواء عن طريق تكثيف الحرب السبرانية أو استهداف المنشآت المدنية في الدول الأوروبية دون تبني ذلك، وفق تعبير الوكالة. موقع عربي بوست ركز بدوره على تعرض كييف لهجمات صاروخية روسية للمرة الأولى منذ ما يربو عن 3 أشهر وفق وصفه، ويشير الموقع إلى أن الصواريخ الروسية التي انهمرت على أغلب المدن الأوكرانية تأتي في إطار رد الكرملين على استهداف جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم. ويضيف أن هناك إجماعا على أن ما وصفه بالانتقام الروسي يأتي كرد مباشر على استهداف الجسر، لكن ذلك لا يمثل إلا مجرد جزئية، فالموقع يرجح أن يكون هذا الاستهداف لجميع الأراضي الأوكرانية بداية لفصل جديد من الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. من جهته موقع الجزيرة نت أشار إلى أن أغلب الخبراء العسكريين الروس يرون أن الضربات الصاروخية التي تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأوكرانية ليست إلا بداية مرحلة جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المرجح أن تكون فيها روسيا أكثر حسما من أي وقت مضى. ويطرح الموقع كذلك التساؤل حول مآلات الرد الروسي باستهداف منشآت حيوية في أوكرانيا، وهل سيتوقف عند هذا الحد؟ ليجيب نقلا عن أحد المحللين العسكريين أن العملية لن تكتفي بالرد على تفجير جسر القرم، بل ستدشن بداية مرحلة جديدة في الحرب، وتابع أن ما سماه الانتقام قد يستمر أياما قبل البدء بعملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق عدة بأوكرانيا. ورجح كذلك أن تنطلق خلال 2 إلى 3 أسابيع وفق وصفه إلى حين استكمال التعبئة الجزئية المعلنة في البلاد ووصول التعزيزات القتالية الجديدة إلى المناطق الساخنة وفق وصفه. قناة العربية من جهتها نشرت فيديو بعنوان بوتين يهدد أوكرانيا بضربات أشد قسوة وكييف ترد سننتقم. نتابع. Оперативные информации говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы.
في هذا الإطار إندبندنت عربية ذكرت أن الحرب في أوكرانيا قد دخلت منعطفا جديدا قد يعد أكثر خطورة وتصعيدا بعد تفجير جسر القرم، المنشأة الأساسية ذات القيمة الرمزية الكبرى لدى الرئيس الروسي والكرملين، نظرا إلى أهميته الاستراتيجية والعسكرية. تضيف الإندبندنت أن استهداف الرموز الكبرى بدءا من مقتل ابنة الفيلسوف الروسي المقرب من الكرملين ألكسندر دوغين وتنفيذ أعمال تخريبية ضد خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 وتفجير جسر القرم بالتزامن مع ما وصفته بالانتكاسات الميدانية العسكرية للقوات الروسية في عدد من المناطق الأوكرانية يزيد من صعوبات الصراع. وترجح الاندبندنت تصعيد وتيرته بشكل لا يمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة في ظل احتدام الاتهامات بين المعسكرين ووسط تنامي المخاوف من جدية التلويح الروسي باستخدام أسلحة استراتيجية ونووية وفق تعبيرها. أما صحيفة الشرق الأوسط فتتساءل هل تؤدي هجمات موسكو إلى نتائج عكسية؟ في التفاصيل تنقل عن محللين أمريكيين أن الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية لم تكن مجرد انتقام فقط على تفجير جسر القرم، بل هي نتاج للهزائم التي يتعرض لها الجيش الروسي في ميدان المعركة وفق وصفها. وتشير إلى أن الرئيس الروسي كان يحاول توجيه رسالة لإخافة الغرب من مغبة مواصلة تسليح أوكرانيا، في حين ترجح أن الهجمات الصاروخية قد أدت إلى نتائج عكسية في ظل الضغوط التي تتعرض لها الولايات المتحدة والدول الغربية للتخلي عن التحفظات التي سمحت حتى الآن بحجب تسليم الأسلحة الأكثر تطوراً عن كييف. ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أمريكية أن الضغوط على إدارة بايدن لتسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي أكثر تطوراً بلغت سقفاً جديداً، وهو ما اضطر الرئيس إلى التعبير علناً عن موافقته على تسليم هذا النوع من الأسلحة لأوكرانيا. في سياق متصل، صحيفة الجارديان تنشر مقالاً تحليلياً عنوانه قرار الكرملين باستهداف المدن الأوكرانية سياسي وليس تكتيكية، وتشير إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو بث الرعب لدى القيادة الأوكرانية ولدى المدنيين الأوكرانيين بهدف أن تشعر كييف بأنها مجبرة على التفاوض في نهاية المطاف، بينما لا تزال روسيا تسيطر على سدس الأراضي الأوكرانية وفق هذا المقال. أما وكالة فرانس بريس فأوردت كلمة الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي جاء فيها أن القصف الروسي على عدة مناطق أوكرانية قد يمثل انتهاكاً لقانون الحرب. نتابع. We are gravely concerned that some of the attacks appear to have targeted critical civilian infrastructure. Many civilian objects, including dozens of residential buildings and vital civilian infrastructure, including at least 12 energy facilities, were damaged or destroyed in 8 regions, indicating that these strikes may have violated the principles on the conduct of hostilities under international. بيلاروس تقوم بتعبئة عسكرية في المناطق الحدودية وسخط في تونس على إثر ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الأساسية وغير ذلك، مشاهدينا في جولة على أهم ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مشاهدينا من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة تظهر دبابات تراكم عليها الصدأ وأكواما من المعدات العسكرية الروسية المدمرة في مدينة ليمان الأوكرانية. نتابع. وزارة الدفاع البيلاروسية نشرت مقطعا مصورا يرصد لحظة نشر معدات عسكرية خاصة وأنظمة للدفاع الجوي في المناطق الحدودية. دعونا نتابع. تونس، حيث حذر نقابيون تونسيون من عدم كفاية الوقود في البلاد لأكثر من أسبوع واحد فقط
فيما ألقت وزيرة الصناعة باللوم على تهافت المستهلكين. لنتابع فيديو يظهر طوابير من السيارات أمام محطات الوقود تملأ شوارع العاصمة تونس. مشاهدينا في تونس وأزماتها الاقتصادية المتصاعدة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الأساسية. نتابع هذا الفيديو. على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع مصورة توثق الاحتجاجات المناوئة للحكومة في هايتي رفضا لنشر قوات دولية على أراضيهم. حرق جثثهم ودعت عائلات ضحايا الهجوم على دار حضانة في تايلاند والذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلا في واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعي في تاريخ المملكة. نتابع. تداول رواد منصات التواصل مقاطع تظهر طوابير طويلة تصطف على محطات الوقود في فرنسا مع استمرار الإضراب في مصافي التكرير. الإضراب تسبب في انخفاض المخزون في ثلث محطات الوقود في البلاد. نتابع.
ننتقل إلى المغرب، حيث السيول الجارفة تجتاح فاس وسط البلاد بعد أمطار غزيرة. هادشي اللي بغيتي العوج، هادشي اللي بغيتي لنا. في جات غير بالصولات والله. ثار بركان سترومبولي مجددا في إيطاليا وأطلق العنان للدخان الكثيف والحمم البركانية التي وصلت إلى البحر سريعة. نتابع هذا المقطع. مشاهدينا، هنا تنتهي حلقتنا. استمروا في التفاعل معنا على صفحتنا، ولا تنسوا أن رأيكم هو المحور وأن تفاعلكم يصنع الخبر، وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لأرائكم دائما. في أمان الله.